احنا بدأنا طبعا بمحصول من المحاصيل الهامة الاستراتيجية بالدولة المصرية وهو محصول القمح. محصول القمح بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هناك خطوات استباقية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتجاه، ليس القمح فقط ولكن النهوض بكل المحاصيل الزراعية المصرية الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها طبعا محصول القمح ومحصول الذرة ومحصول فول الصويا ومحصول عباد الشمس. فكانت توجيهات فخامته الاهتمام بهذه المحاصيل منذ توليه الحكم داخل الدولة المصرية. طبعا لو احنا لاحظنا كان في توجيهات زي ما احنا سمعنا سابقا ان 1.5 مليون فدان، ثم سمعنا عن الدلتا الجديدة ب 2 مليون فدان او اكثر، في اجمالي بعد استراتيجي توسع افقي حوالي 3.5 مليون فدان. فدي كانت بداية كيف توجه السياسات الزراعية لتلبية الاحتياجات للمحاصيل الاستراتيجية الهامة في الدولة المصرية، وده كان أول القرارات لفخامته اللي هو لازم الاهتمام بالتوسع الأفقي أولا لتوفير الغذاء للمواطنين المصريين، وثانيا مواكبة الزيادة السكانية المضطردة التي تخطط 100 مليون نسمة داخل الدولة المصرية. فبنعتبر ده أساسا سبق استراتيجي لفخامة الرئيس الاهتمام بالتوسع الأفقي. مع ذلك كان هناك أيضا اهتمام بالغ من معالي وزير الزراعة السيد القصير بالتوسع الرأسي، أيضا التوسع الرأسي اللي هو بيرتكز على زيادة الغلة أو الإنتاجية من وحدة المساحة ببعض الممارسات الجيدة. على سبيل المثال وتبناها معالي وزير الزراعة السيد القصير اللي هو الاهتمام بملف التقاوم، منذ توليه حقيبة وزارة الزراعة كان على أولويات أعماله الاهتمام بالتقاوم المنتقى. ثانيا الخريطة الصنفية للمحاصيل المختلفة. ثالثا التوصيات الفنية لكل محصول حتى نتمكن من الحصول على أعلى إنتاجية من وحدة المساحة. على سبيل المثال بدأ بالنسبة لمحصول القمح، منذ 3 سنوات كان كل إنتاجنا من التقاوى المعتمدة تقترب من 30,000 طن. فكانت توجيهات معالي الوزير الاهتمام بزيادة إنتاجية التقاوي المنتقاة للفدان الواحد، واعتماد المزارع على هذه التقاوي المنتقاة سواء من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أو من الشركات الوطنية التي تقوم بإنتاج التقاوي المعتمدة، المعتمدة أيضا على تقاوي الأساس من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح معهد المحاصيل الحقلية. وبالفعل تم التطور من 30,000 بدينا نعد 47,000 طن، هذا العام 22-23 إن شاء الله عندنا حوالي 148,000 طن تغطي المستهدف حوالي 70% من مساحات القمح على سبيل المثال. فأنا بعتبر دي إضافة كبيرة جدا في الدولة المصرية، وإن شاء الله محطوط استراتيجية بإذن الله عام 23-24 هتكون كل المساحات التي ستزرع قمح حتى لو اقتربنا من 4 مليون فدان من تقاوي منتقى عالية الجودة تساهم بزيادة من 1.5 إلى 2 أردب للفدان الواحد. أدي معاملة زراعية اللي هو الاعتماد على التقاوي المنتقى، وكذلك الاعتماد على الأصناف عالية المحصول المتأقلمة مع البيئة المصرية والمتغيرات المناخية من خلال أصناف مركز البحوث الزراعية الجديدة التي تتميز بزيادة في المحصول تتماشى أو متأقلمة مع المتغيرات البيئية، تتناسب أيضا مع الشح المائي وتوفير كميات من المياه.